السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الطيبون الرائعون، مدينة الصويرة، وصلنا لمدينة الصويرة. مدينة جميلة رائعة، فيها رياح، الجو فيها دافئ وجميل. كانت ليلة ممتعة من بعد ما جيناكم من شيشاوة. اليوم غيكون عندنا البروغرام، غادي ندخلو نشوفو هنايا، نضربو لكم شي دويرة هنايا خفيفة ظريفة، ومن بعد نشدو الطريق. عندنا 185 كيلومتر باش ندخلوا لأكادير ان شاء الله الرحمن الرحيم. الطريق غادي تكون جميله وممتعه ان شاء الله الرحمن الرحيم. عاود الريحه هو صافي موجود، كل شيء موجود. اذا طريق السلامه، دعوا معنا اخوتي حبايبي صحابي، خليكم معايا. الإخوان، هذا هو المدخل ديال مدينة الصويرة. شو من هنايا، وهذه هي الخرجة ديال مدينة أكادير. حنا غادي ندخلوا من هنايا، نضربوا شي دورة وندخلوا لكم للمدينة، تشوفوا كيفاش دايرة، ونشدوا ديروا ليسانس ونطلعوا في حالتنا لأكادير. مرحبا بكم، خليكم معي متابعين الأوفياء. هذيك هي الطريق اللي جيت منها، شو هبط 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 منها. كاينه في الدخله واحد البراج ديال الكونترول البوليس، صافي كتدخل في حالاتك. كاين جوج طرقان، طريق كطريق كتمشي نيشان، وطريق كتدخل مع هذا القنت. هذا الطريق اللي دخلت معاه انا يا من نقيه تبارك الله ما شاء الله، وواسعه. والجميل في الامر هي هذه الغابه. اجيو تشوفوا هذه الغابه، شتو كي دايره؟ غابه في الرمله، سمعتوني؟ غابه في الرمله، سبحان الله العظيم، شتو كي دايره؟ دابا المشكل ديال هذه الغابه هو الناس، هاد الناس اللي هنايا كيلوحوا الأزبال. شوف بالله يديهم وصافي، ها انتم شوفوا الشجر ما يطفاش في الرمله. شتي هادي الناس، الجماعه ديال هنايا ديال الصويره، الا عرفوا يستغلوها غيستغلوها مزيان، غيطلقوا فيها العجل، يطلقوا فيها الارنب. جينا الجمعيه ديال المراكين البلية، الواد اللي يجمعوا فيه الماء، ياك سمعتوني، وتولي هذه البلاصه ديال الصيده. هاو تزاد هنا مرفق ديال الصيده، هو ديك الجيل اللي ملي فين كاينه الهبطه، فين كيصوروا الناس، هذاك جيد داك البرش فين كيصوروا الناس اللي هنايا المدينه، وداك الشيء اللي صورت لكم في البدايه تما كاين يطلقوا القروضه. يولي الناس اللي يجيو يتصوروا مع القروضه، ويجيو نعم زيدي عليك اللي مبليين بالصيده يجيو يصيدوا، ويتزاد هنا عاوتاني الصيده. الموسم ديال الصيده يتزاد هنايا في الصويره وتفرج. يلا خليكم معايا ندخل نشوف شنو كاين هنايا.
هذه هي المرصه ديال الصويره. هذا هو البوجي باش كيهزو الباطوات. شوف كيدير عندو الرويد ديالو قد ديال الطيارة. تبارك الله ما شاء الله. شوف كيدير هذا الرويد. أنا فين كيصاوبو قوارب ديال الصيد البحري، الصناعة ديالهم. نمشي لكم تشلي. متابعي الاوفياء، كنتواجدوا هنايا، دخلت لكم المرصه. المرصه مقسومه هنايا على جوج، مرصه مقسمينها على جوج، فيها المنطقه ديال الصيد البحري من الجهه اللي مليه، وتما فين كاينه الشوايه وكيبغى ياكل الحوت مرحبا به، وكاين هاد المنطقه ديال صناعه ديال القوارب البحريه. شوف المراكب داكشي ديال الصيد البحري، وعندهم هاد البوجيه. وراه صورت لكم في الاول شي كبير كبير، ودوك الرويد عندو كبار. وهنا الحريفية، اللي مكلف بالحديد كيسودي، واللي مكلف بالطنجرت كيصوب، واللي مكلف بالراديو هادشي ديال الراديو اللاسلكي خدام تما كاينة، واللي مكلف بالكهرباء الإلكتريسي. كل واحد هادنا راه أشياء مي كيشوف لك الباطو كيبان لك عادي، وراه فيه البوجيات، وفيه البلايص اللي غيجرو، فيه الشوارج لداخل اللي غيجمعو الحوت، في الثلاجة، في هادشي ديال الرادارات باش كيتصلوا بيناتهم في الليل داخل وسط البحر، فيه فرفر الفرافير، فيه بلاصة اللي غيكون فيها الغازوال بزاف، فيها لا ميكانيك، فيها الالكتريسيتي، فيها جميل جدا. نخرجوا دابا خوتي باش نمشيو نشدو الطريق ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم معايا.